السلام عليكم. في هذا الدرس رح نحكي عن الكوليومينج فوتر. طبعا احنا حكينا ان الكوليومينج فوتر انا بقدر اعمل عليها عمليات، مثلا بجيب عدد الكتب اللي عندي، او مثلا بدي اجمع اشي، مثلا اجمع العمود السلبي، او مثلا اجمع قديش عندي كتب وهكذا. تمام. طيب اول شيء نجي ناخذ مثلا هنا نحط تكست هنا ونقول له مثلا هنا نكتب له عدد الكتب. تمام. نيجي نكبر الخط هنا ونحط له اياه ايش، نخلي له اياه مثلا 18 ممتاز. حط لي يا بولد، حط لي في السنتر وهنا ايش في السنتر. تمام. طيب حلو كتير. قلت لو انا جيت اعمل بريفيو، تمام، هلاقي انه عندي هاي عندي مكتوب عدد الكتب. تمام. طيب قلت لهم كم كتاب عندي 11. حاجي امسك هنا من الفيلد اي دي، هنا الاي دي مثلا او اي شيء، واجي احط له اوكي هنا، اسحبه على الكولوم الفوطه، حيطلع لي هذه الواجهه. حقول له في عندي كاونت، في عندي سام، في عندي افريج وهكذا. مثلا نيجي نختار اللي هو ايش الكاونت، بقول له فينيش. تمام. باجي بحطها جنبية هنا، وباجي مثلا بقول له حط لي في النص، باجي بقول له هنا حط لي ايش، خلي لي 16 بهذا الشكل. تمام. وقلت له عملت بريفيو، حنشوف كم كتاب عندي. تمام. قلت قديش طلع على الكتب؟ 11، 1 2 3 زي ما شايفين 11. تمام. طيب حلو جدا. طيب قلت لو انا بدي اجمع عدد النسخ اللي عندي، مثلا هنا عدد النسخ، نسحب هنا ونقول له مثلا هنا عدد النسخ، هنا عدد النسخ، عدد نسخ، عدد النسخ، نيجي نحط له هنا 18، نقول له بولد فيرتيكال سنتر. تمام. حاجة أقول له هنا، أكيد أنا إيش بدي أنسخ؟ بدي أنسخ الكوبيز. تمام. الكوبيز. تمام. حاجة أقول له إيش بدك تعمل إيش سام. أوكي. تمام. أجيت حاجة أقول له حط قديش، خلي 14، طلع بولد في النص وهكذا. تمام. طيب لا، ما بدي بولد، ما بدي بولد. تمام. طيب أجيت لو جينا هنا قديش عدد النسخ؟ طب قبل ما نيجي هنا خلينا نيجي نحسبها هنا، ندخل البراوزر. تمام. في عندي هاي 2. طيب بس تمام. قلت لو أنا جيت أجمعهم بطلع معي قديش؟ 69. تمام. نروح هنا على البرنامج ونقول له بريفيو ونشوف كم طلع لي، طلع لي قديش 69 نسخة. تمام. لو انا بدي اجمع الاسعار عادي بجمع الاسعار، او اشوف اقل سعر واكبر سعر عادي جدا. تمام. هذه هي بالنسبة للكولومينج فوتر. ان شاء الله يكون درس بسيط. شوفوا الدرس القادم والسلام عليكم.